في اللي ربطوا ما بين المسابقة في بداية المسلسل وبالدعاية إن دي دعاية مدفوعة بس بشكل ذكي؟ حلو السؤال ده، جميل. النهاردة أنا وأنا جبت براند أي كلام أي كلام تمام؟ وعملت له جبنة جيفاويز، وزعت منه هيأكل عينات. هيأكل مع الناس؟ لو أي كلام لا. لو أي كلام لا، صح؟ صح. لو براند جامد وعمل ده هيأكل مع الناس؟ هيأكل مع الناس. طبعا. صح؟ طبعا. طيب، أنت النهاردة هو عوضي المسلسل بس نجح عشان المسابقة؟ لا. أنت عايز تختزل نجاح المسلسل كله، النجاح الرهيب، وقهوة بتتكسر وناس بتاع عشان مسلسل؟ أنت عايز تشوفها كده؟ لو أنت عايز تشوفها كده، شوفها كده. طب ما أقول لك على حاجة، طب ما أنا ممكن أعمل دعاية برقم المسابقة ونقعد بقى رايحين جايين بقى في المسلسل الجامد، المسلسل العظيم، المسلسل اللي أنت جاتها مبسوط مني. طب ما أنا رميت فلوس على الأرض. فاللي هو حتى لو هي دعاية أو أنت عايز تحسبها دعاية فهي نفع للناس، فايدة للناس ونفع للناس. هو أنا أذيتك؟ أنا أذيت ناس؟ أنا أنضرضرتهم ولا نفعتهم؟ تمام؟ أنت ليه ما تبصش للحتة دي وعايز تختزل نجاحي أو نجاح فريق عمل كامل متكامل في المسابقة؟ صاحبي يحسبها زي ما تحسبها، صاحبي يحسبها زي ما تحسبها، اللي دماغك توديك فيه وروح فيه. أنا أقعد أروح وأجي معاك في كلامك.